الشعر في سيوان. Thomas.
has two mast. Bravo has mid come at Rawat T تتو فت آه بصير كمان تجرام تتو فت عم لا 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 ما يبرا تبت سين 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 لا سين سين بس أنا لا بسين كودور كنينة جوت هلا كنينة قلت سمع ينسيو دين تيرت يعني قندا سنة سلان تبديا سنة تكلم يقدر ساهين يجرها ندي نتغاس هرت واتي لن قصيدة تهدر تسيول فول فول تاورد قصيدة تتحدث على اللغة وكتب قد تماها قنكاسة قد هي غير مرهانة تارت المادة قد هي غير جانة فرنسا السوال قد هي الشهادة معناته تربية رضعتها والعربية تعلمتها والفرنسي عندي شهادة تاعها يعني كل وحدة يعني أصلك راك أمازيغي إيه. 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 والعربية لغة اكتسبتها بوقتي والأخرى عندي شهادة تاعها يعني كل واحدة في بلاصتها بحكم بحكم واقع تاريخ يعني تاريخ وفعلا تاريخ يفرض روحه منوكال هذه منوكال معناته الحاكم الحاكم هي الحاكم هي معروفة منوكال منوكال اللي مثلا العيانة العيانة هي منوكال منوكال هزيت الواو منوكال الواو يو منوكال بس تقالة إذا أتقال أعتفرتان منوكال حللتها وش ما إن منوكال إنها بس تقالة معناته أنا ما تليتش منوكال معناته شغل الإنسان في بعض الأحيان أدا وضيه دقيا المسؤولية اللي عنده يخليها يقول تسمح فيها سمحت في مسؤوليتي مش في الوقت اللي مفروض ما تسمحش في مسؤوليتك أنت منوكال منوكال مهوش فقط اللي يحكم منوكال هو يعني في كل أشياء كاين منوكال مش فقط اللي يحكم منوكال هو الإنسان اللي يبغى يحكم اللي ركال اللي يرهبن في مجتمعه إنسان مليح هذا سموه منوكال
حنا نقولوا امغار وامغار معناته الكبير الكبير ودي غلمان ان تبده عس كبير معناته الانسان اللي دار حاجه نقولوا امغار كي امغار الى عنده فراسه من بعد دار دوله وين غتساوي نقم نوكا الباس تقاله وترهم باس اكلنا لنا باس تقلاله وترهم باس السنه الشكنويه باس الطاقه الشاش نقص باس تنضاجه تماها قدا باس سوالا إذن تماها قدا إذن واش تقول القصيدة نكم نوكا الباس تقاله اكلنا لنا باس تقلاله انا ما تليتش امغار نوكا والتراب يعني شغل ما تلاتش عندي علاقة بالتراب كما اللي كانت عندي بالأرض وفيزوار معناته الإنسان يفقد العلاقة واللي مادية غدوة ممكن لو كان القدر زينا في سويسرا يجي نهاجر هذه البلاد وكم نوكا الباس تقاله اكلنا لنا باس تقلاله معناته أقدر هنا معناته ما تليتش نحمي التريتوار ممكن غدوة نمشي نخلي التراب العلاقة هي قصيدة طويلة سوى الفول من وقت تاهي إمازغة الشيخ مرحبا إيه 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 ممكن تعمل حالة في التوالي إيه وي إيه وي سيسا أنا تقدر وقت يعني للأسف ثقافة كل واحد خلى مسؤوليته توصيرات فقط في رخصتين دي ولا تخبر عندي واحدة ثانية من الناس يعني بخينا هنا دروك اللي دروك اللي حبوا ليها فينا من الرقص أيس واهي أفل كل واهي مازغن الحرف هذا اللي هو أمبلم سبعين أمبلم هذا حرف تدافع تاريخي في الحضارات الإنسانية مش لا بعض الإنسانيات مثلا هذا أوها توسلي من هون لسان هولي الرموز في كل الثقافات اللي تطورت خلقت الرموز ثقافة اللي ندخلش الرموز هي ثقافة ميتة تموت لأنه على دروك نشوف الشباب يبغوا يلبسوا التريكوات يبغوا يلبسوا التريكوات يعني لا مودياليزاسيون رمزية لا يستبداد وبرمز كي تقول لي ما عندكش رمز ما عندكش شيء معك تستورد لا موجود انت شكون سميتك اذا هما يصدروا هنا السقل ديال المجال الاشكال هذو باش طبعك انت مطبوع خلاص يدير يو اس اي هذيك هو مورك انت ما مالكش مورك وداك لانه علاه عاد تشوفوا الان الاولاد نتاعنا نتاع الهيب هوب اسمع لي استاذ يعني تولي كي ايبيزا يعني ولا هي مورها بالرمز تاعو هذا الرمز هذا يحمل الاهتمام يرتبك كي تقول لي شكون نقول لك انا عندي رمز ما دام عندي رمز معناته متعلق بشيء متعلق شنو عندي تاريخ ثقافه جديده لكن بنادم ما عنده والو لا كان لانه تقول يقولوا تغرس في كان في معناته العمر ما فيش انت جسد وعمر ما يعمرش الشقاره اسمنا انا اسمنا انا اسم ايما 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 زقن اسم ننا مازال اسمنا هي تيدت تيدت اللي تاهي تيدت 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 هي الحقيقه ديه دي غندو كان غادي الشو على الشو على الشو اللي محرم وهو رمزية كبيرة جدا على الشو تيدت يد تكلغ يد ويد هذا هو حرف يعني جميل تربية ويحمل يرمز للمرأة الجالسة الدال تيدت هكتان التيلة تيدت النت كل أمة كل شعب كل مجموعة لها حقيقة كل الحقيقة هنا ما هي الحقيقة غير ثابتة يعني بالنسبة لكل ثقافة أنا حقيقتي مثلا في التفينة الآخر حقيقته في اللغة نتاعه كل واحد يعني الحقيقة ماهيش ثابتة كل واحد عنده حقيقته تتعدد الحقائق التي بعض الناس تشوف بلي الحقيقة أي إلا حقيقة واحدة هي حقيقة الله سبحانه وتعالى والدين هذه عالمية لا جدال فيها أما الحقائق الأخرى هرتم لها من غير ويقال نسبيا نقدروا لا علاه هكذا انت اللي تريد تنت تبدا بالهتا وتريد تنم كي ترميها هذه قول هي الحقيقه واش يحدث تحبس الحروب تحبس الكراهيه تحبس الاشياء لا تحمل رقبها تالق تالق هي قيمه موجوده في التربيه تالق قلبي وبوي تالق وي تالق 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 هي قيمه اخلاقيه اللي عكسها ابي
تعلق هي تعلق هي قيمة أخلاقية اللي يراقب كلام رزينة رزينة سيسا يسوي الرزانة الرزانة في الكلام وعكسها البيو البيو هو اللي هو الكلام البسيط وهذه قيمة دقتم تتموها غدا تقال هرت الشاطن هلا نهك هك هولا نبي زمان في المجتمع التالي كيقول لك واحد باللي أنت نبيو يعني خلاص خرجت من المجتمع الغاك في المجتمع حكم عليك بالإعدام إذن وكل الناس تبغي تتصف بتعلق تعلق أيام سلبيت ابنية تبغيهم أنتم ما تين بويا بغيت باش نزعفهم شوي باش يتحركوا معايا قال لي والو احنا ما نشتي من بويا إذن تعلق هذه الكلمة تعلق والقصيدة تقول تعطي زيارة تساوي الشبك التالق قي وسالة تنن قانون أموها غفناقنا تنن تسان تنسارين يارا ونال قد تيقص تنسي جيما والي الشك التالق قي وسالة الشك في إيدي الشك القيمة هذه الكبيرة الشك عندي مهم القيمة النبلة النبيلة الكبيرة اللي تقوي كل قيمة الأخرى الشك التالق قي وسالة تنن قانون أموها غفناقنا هذا زوج قيمات هو القانون بتاع أموها أن أبي تيقص تنسي جيما والي بويا يحميهم يقضع شاشو أمي تعقرهم كي تعلم أولادها وقصيدة تدريت مطلع تاهتي زادت هذه دلول الحق ناني وضع رقص اللي قلت عليه دلول يقدها نغرس إيه الألوان أيضا هناك رموز يعني في الألوان وفي الخلفيات وكلش كل حاجات تحمي إني تن لا تزوزو اللون هذا يعني كل واحد يعرفون تاع النيلان تاع رجل الأزرق رجل الأزرق ولو أنه فيها كلام رجل الأزرق المهم هذا اللون الأحمر تاع وين تمكوي تبي تدور على الخيمة تاع طراب حايز الأحمر شوية وعندنا الألوان اللون الأمازيغي الأصفر هذا واللون الأخضر تاع الأعلام وإلى آخره الألوان اللي سايدة في اللون إذن اللون اللي هنا يكفينا من الرقص أنت يا قبلي قلت باللي يعني أيوة. حضارة تعيموها كامل اختصرت للأسف الشديد يعني وهذه يعني هذه يعني شيء ما يشرفش اليوم وهذه ثقافة جميلة جدا صدقوني يعني أنا من هذه الثقافة من هذه الثقافة هذه ولكن اليوم منبهر بها أقول لكم على واش لأنني شفتها بعيون الآخرين عيون الآخرين وعيون وسائل العلم قريت شوية ومن بعد وليت ندير الثقافة نتاعي تحت المجهر انبهرت فيها اللي هو الإنسان العادي ما يقدرش لأنه هو عايش فيها وشايفها عادي ولكن أنا كي استعملت وسائل التحليل العلمي وقريت كتبه اللي قال عليهم منبهر يعني داخل كأنني جاي من بلاد واحدة أخرى بالنسبة لثقافتي نعم أول مرة اكتشف فيها أول مرة طبعا بأنني قلبت المنظار هذا قلبت من جهة أخرى شيخ يجيب واحد براني ولا لا نروح يقولكش تونس ولا فقط جزائري ما يلقاش عندك لأنه في وقت فات غمرو كاين تلك ديمانة لأنه ما فود غمرو كاين تلك ديمانة في وقت فات بكل صراحة أنا كجزائري في وقت فات يعني سقطتنا جزائرية يعني كانت أوضاع خلتنا ما اهتميناش بها للأسف حتى قريب تقمصنا شخصية أخرى وثقافات أخرى ولغات أخرى إلى آخره. هو في الحقيقة أستاذ يمكن لو فقط الثقافة التربية لأنه كذلك سادة كل التاريخ تاعنا يجب التحليل الوطني يعني كان الناس للأسف يعتقدون يمكن صح أنه تشارك تحليل الجزائر. إيه هذا يعني إذا كان هذا التاريخ القريب ما زال الناس متضونات وش يعني ذكر لك يا أستاذ باللي ممكن أكثر الجزائريين لا يعلمون بالمعركة تعتيت. تأسفون. حتى كتب التاريخ. تأسفوا يعني تاريخنا يكتب من طرف الأجانب ويحلل من طرف الأجانب ونحن لا نعلم تاريخنا. هذا تنقصية هذا تنفسية هذا قصة أخرى ممكن نرجع لها. المهم تيميط هي الرحم. تيميط هي جاي من تيميطين اللي هي الرحم وتيميط هي علاقة الدم. تيمات سلة الرحيم هنا هاكا شلتك نامدية كل يوم تصنعوا واحدة كل يوم احنا نقولوا نصنعوا كل يوم تصنع واحدة يقول لك جيت منها كل يوم نصنعوا شجرة ها؟
احنا الجزائريين مضروبين على خلق الاشجار الجينيالوجي، اشجار اشجار العائله، واشجار العائله دائما هذه تبينها خارج خارج الثقافه تاعنا والوطن دائما. زين هنا قلت بلي كل يوم تصنع واحده سيطر وياسر جزائري انا قوانا ما جيت من بلاصه ما عندك ولا انا خلق المهم تساوي تليه هاي تماهي من ديس هالم والقصيده اين تتناول نفس ال هي هاي تماهي من ديس هالم تويان توما اصدقاء الوالم دانا دابا دات الزايم ايس واتندي ايس واتندي دات الزايم فهو استسلم هاست الكامل في التالم هاست الدراجي مهندسين من هي الكامل دغي تتكلتو ماستر انا تو على دائما احنا نمشيو ونفقوا روحنا ونتبعوا اللي جانب اللي هاك نتبعوه ونخلوا الحقائق ودائما ماناش مستقرين على حال في تاريخنا في هويتنا في ارتباطنا في الوطن ساهلين دائما تاهي تكاسي تكاسي هي التراث او الارث ايه تمناش يك تكاسي هاك تحموها تراث حموه يعني تراث هذاك حموه شو السدوه رعاوي وعندنا ايضا هنا قصيده تقول تكاسي كان لدي وسنتي همنا نار زنجدان معناته الارث اللي عندنا مات لو مالي كاينين قال له والعمود نتاع الخيمه تكسر طبعا بالك عندك فيها رمزيه يعني في الثقافه نتاعنا الانسان كلش ممكن يسرى اذا الخيمه نتاعه ما لازمش تتكسر وكيف تكسر العمود الخيمة يعني راف كلش قصيدة طويلة وتحمل الفلسفة لأن الإنسان لازم يحافظ على الإرث نتاعو لأنه هو عمود الخيمة نتاعو كيف تكسر الخيمة وتكسر الخيمة من قادم وين أيوة إلا في وقتين هنا هنا وهنا يعني الكاشي هذا كاشيوا يا إلا ديها لا المثلث اللي يحمل رمز المقال في الكتابة إنكرادوار إذا مطّق قيمة السكنة تمط اللي هي دلة تنوي المهر موجود في الرسومات نتاع اللي يديروهم على الصناعات التقليدية وعلى الحجاب وهذا يسموه المرأة الجالسة وأنتم تعلمون أن هذه الرموز هذه يعني هي رموز قديمة جدا للأسف الشديد ما درسناهاش إحنا حتى أنه هناك الكاتب المشهور اسمه إبراهيم الجولي هذا الكتاب المشهور الآن في تحليل للثقافة يسمها الثقافة البدئية البدئية هنا ليس بدائية ولكن بدئية الأولى بداية بدائية يسميها اللغة البدئية يطلق على اللغة التالية اللغة البدئية بدلائل موجودة نعم 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 لغة بدئية نعم كقيم معلش يعني نبغي أنا هكذا نبغي هكذا لأنه يحرك يطلق عليها اللغة البدئية ويعطيك دلائل موجودة المهم تين هنا اسم دمط الأسماء اللي احنا مثلا اليوم في القصيدة تنا تساويت ما فول نويا اسمه وننا القصيدة تقول تين هنا الداسي لتيها تبش هنا الدملة داشا تنها ورنو يا بسمة ونبدلي تنه وندي هذا رجل ورتي لي ورت الله أفنى وزارة لا يتفل من هذا توارد لي وتي أول السنة الله الناس والوات وكان البشر يكتب تسارة سامن الجنة من قصيدة طويلة تقول على وش خلينا الأسماء هذا بتين هنا تيزا دملة داشا تدها تدها هلو قاع أسماء وهي أسماء جميلة وكون الطسانة ما سي اسم ما هوش اسمية فقط اسم له علاقة بالأرض له علاقة بالانتماء له علاقة باحترام الذات له علاقة بالشرعية في وطنك في امتدادك في بيئتك الاسم هذا يحمل الصورة كبيرة زين على واش احنا نخلو الاسماء انتو على اسمه وننا ضفرها وانا ردنا ويسمه وان انت سندريلا يجيبوا اسماء قاع ما عندهاش علاقة لا بالدين لا بالثقافة اللي عندنا في الوقت اللي الاسماء هذه لو كان عجبنا نتاع البوري جرازنا انا وين كوفا اسمه ولا ساسون معناته تقترب من الاسماء الاوروبيه لو كان عجبكم الاسماء الاوروبيه فقط لانها رنانه سمعتيها داسي دمله تدها تينا اسماء يعني جميله لا تجيب انت
ناري الان ناقشنا اذا هذه القصيده تقول تناول هذا الموضوع وياتي هنا الغنيه على التعبير التحسب الجامد هي او هرتمت قيمه ايوه النواض وهي ليش هذه الشويه زادت من تقييم الداهية كون بعد السنة مواسيتها حوالي بشدق الرابي دغلة أعلامتن لأعلامتن في الأعلام هذا بيقول إبراهيم يكون في الأعلام أنه المسلسات الموجودة في الأعلام لها رمزية بعيدة جدا ذلك في لاكوس موبوني توريب اسمه سلس يحمل المرأة وإذا رجعنا للتاريخ تاريخ القبيل نجد أن المرأة يعني في ثقافة البشر أنا نزيل طول ليه ما بعد شوية على وش خلصوها لأنها نقول لكم على وش لأنها في المعتقدات القديمة ظنوا باللي هي اللي تمت الحياة أعلام لأنها تنجلي في بلادي الإنسان هدك في بدايته داخل المرأة ما دخش في الرجل داخل المرأة اللي أعلى لأنها تخلق الحياة اللي إحنا رجال نخلقها يعني ما هيش مرئية فيه أما في المرأة فهذا خلى الإنسان البدئي يأخذ تبارك الله فيك البدء وليس البدائي يأخذ الرمز ويجسده كشيء مقدس نشوف الإعلام اليوم المسلسلات هي مرتبطة بالنجمة مرتبطة بشيء ولكن لأنها الرمزيات تتحول إذن هذا رمز من الرموز اللي أنا درته هنا تمطى قيمة يعني أنا اسمها تمطى قيمة مرق الجلسة وحقيقة تمطى استقيمة سارة سلسة دي فسنتوها فقل في انقراضة تمطى قيمة إلا لها آمان آمان إيمان هذا مسألة آمان إيمان تينيري تجو هل بمرهان لي أما ساسة قنهان تنشان غانمير سين غالا صدقه تبويت نكخانمي أعزب كاورتر هي غارضا غشرانمي سدلاج نتفينا فول غالا نشرح اللي ممكن ما يعرفش تماها تاني اللي تجدو هالي بمرهانة معناته بادية أصبحت يأتينا لأن هجرها هلها آمن ساسة قناة شغالة نشرب الماء أشنغ أشنغ واحد إيه أشنغ هنا المتغيرات تنوها أشنغ هنا أنت أس أجر وان بوكن هروه ويقول يقال ان بوكن هس جاني نشرب بعد أسوكي المرحلة تنغس أسنين اللعب في النظمين ان بوكن أسوكي لنا دقل أجر ومقار أس مضري يبدأ دقنا لوين أسكين ضفت سوكا بالنوم على كون الضغر بما ساكن دوال مساسة ما نهش نغا هذا قن غفل هذا قن غفل ونزلي بدأ من أساس إن هتنا شغال هنا جرب ولا بس كي جانب النفسي قوي ومرتبط بالذي الأهلي واكتسبت مناعة الحوية هرتوي هنا من بيئة تنجم ما يضروش ضروك لو كانت تشرب الماء فيها شنو غا دوكس قطع ودر خلاص هي سين خلاص دك خاطب ويت نكشان نتكنجو سين خلاص دك شاب تبوي تبو إنسان ما تبوس تبو يتلا ألا ونش أس أسي ينال أسي ينال ألا وانجام أسي تبو أسي الززجر تيطا الورد ديك يبوك الكفتين اللي تحسن تبو أسي انقادص دك خاطب تبو يتكشان كين جوع ناكل هذيك الأخرى اللي موجودة في الشجرة أسي انقادص دك شاب تبو يتكشان أعزك كورتر هي غادة غشران نت لغهران نت ورا هي غازكا أربعة وعشرين نت من الأخبار ما نبغيش إلا في هذوك البوابة سدلاج نت فينا في الغالة نت وزيادة على أن نبغي القبر هناك باغيه مكتوب عليه تفينا القبر نتاعي تكتب عليه تفينا نعم شواهد شواهد أنا بكل صراحة أتمنى أنها تكتب تفينا لي قدر العالم قاه يكتب عليه سبق خلاص انت كيف انت كاتب ان شاء الله خلاص اراه عاهد تجيها اراه كما عاهد هذا له معاني اخرى ايضا الى ما انا تنقلت حسيت تتقلتي فيها اتني تتقل ان شاء الله خلاص عاهد تجيها
نخلص داسين اقصد اسمه وين داسين اسمه ولها معاني وممكن ما حضرت لكم وهون السي ولا مفول مفول الا انت الفراغات خليت الفراغات في اللوحه باش تحس بالراحه على بالكم لو كان معمر ياسر اللوحه تكرهها الفراغ هذا اعطى رمزيه ايضا ما ضافوا لنا ما كان ضادين الثاني نبغوا الوسع نبغوا الوسع ورمز الاستقرار الوسع شويه الحر اليوم وسع شوية هذاك هو ياسر هو يبان شو لكن هو ياسر تاهي أسوف قيمة أسوف أسوف تربية أسوف هذاك كتبه في الناس أدلت ولا وسيتها ولا وسيتها ولا فلسوف يبدا هاس جان لي بريف دي لسوف اواسي تهاوال تماز ميغا يروم ميغا سينن وانا واسي تهاوال لسوف يبدا اسي وضر وبدا دوان كون مرة داوا وانا بوكان التكفن تاع غانت النت انا سقلو التراني سان سوان جام يخر اخراق انا سوان جام انا نفس السجلة انا سوان جام اتجه السين دا هي السين دا دي دوان مسنك ودي تقفل دي الويا لسوان لازم اتخط السجلة اشوف لطني ليه في ترجع لوحدك اسمع السين هو يضل مزوجة نسينا وايلة بس لأن مها أسوف أسوف وانجا قال هرت إذا معنا لي غني نزاق يا غرمان يجرى وانا أسوف نتناري هو لأن غرمان دي ما غزاق يا غرمان وشان أسوف نتناري وانجا هو هل يقول أول نسا نزاق يا غرمان وشان ده غاف إنك جرى كيسوف وانجا سين هنا ورتجروا لي معنا كي هذا الناس هدينا يجرى كيسوف أستديها هذا تفرطان يا وياها تقلد بس كي يجرى الزام الزاغي غرمان يجرى واسم إيه داسين إيه مقلوبين شكرا شكرا يعني أستاذ بلي هاي يعني مش كلام يعني فقط الأحرف انت عطيفين غنها إيه ما نخطي هاك مو بعسر أنا الزاغ غهراني نهي وطرماني نادر رسبتها وطرماني الزاغ غهراني هي طرماني أدر رسبة تهنقى أناني أميسي نظام كان غطاي ناس سيغي جالس الوماني الوماني ده هجرت نتغرس هي غهراني لا سقطيكم سين تيك لغتيك كاري تدري ناس تيك رقرطة ضزة دعماني الوار بيكيو يقال شو سبناني يسقطيش ما سبني غيناني تيه جريب تساوي جافو دا توزي توزي دا المهم هذا الناس تهراية تاس أسا واخرت والتوسفين دي سنك دي مر مرة هاتي انو ما نون هاتي انو يو انو كوني دارت تغزم التورا سبارا خوسيا انتو قاسي بتاع خوسيا فولاس اسي دون التقل مدين فولا غنين سمغر من منون سمغر مدين فولا غنين ترهو من منون ترهو مدين فولا غنين ترهو مكانون ترهو مكانون غنين فالناس اوادم ويشغن انو ملاها اوادم ووقضن لدي لتاني ومان لتالوقض هو الموقع الذي في من تدري عاس تريد هرت أنك تتره من الدين هو هرت تكاس التاع في نقل واغر إن الدين توما استغفر الدين الدين تغر إن الدين الحضارة نكن يضيما لنا غوار ناهينا ويهرتيا نويتين نكن يضيما غوار ناهينا ويلغى الحضارة تانا كالنا تان كالنا محضنين يا دس بدتنا نخيط هكو أدني وارت المسؤولية ودي أحزاء ولا وين ولا وين أي وارا مهت هكو أدني وارت كوني على قال مدينة غار من بعض السدود أوازي مدت السنة من السنة يكيس أنا هو عجوبة تاغتا أنا وانا تاغتا قصد وكما وانا قد وانا كما دا قد تيوكم دماغنا هو مولي تتينا هناك دماغ النار اللي غالك بغيكا لنا تنقى قصد فينا وجه قصد فرنسس ولا استنجليزي ولا استارة تنقى قصد فينا دماغنا غالك دماغنا كدولة لما انت فينا دماغشة تلات قلوة الدنيا هو هرت ورها هذا ود كنا هرتين ودي لا يلا أنا هتباه واسن اللغة أصلاً إذا جويست واسن اللغة علماء اللغة
كون الطسانة ما استماعها كده ويقل أن الكيان النظريات إذا جزي تويجنا دماغ كلموسنا تبقى لنا سبب بينا جانا يبقى قتال جانا كثيرا من النظريات الآن تصفر نظريات علمية فيزيائية رياضيات حتى النظريات الرياضية الآن بدأت تصفر وما أدرك بعض النظريات اللي هي فلسفية فلسفية مثلا للانجويست علماء اللغة دماغ أقلا لغاس وثل لا دوات وثل وثل اللغة وثل اللهجة أهو دماغ ننوال ويد غد تعريف الجان غزان بافو ما كانش لغة ما كانش لهجة لأنه ما يمس الأساس النوض النوض لك جاننا غبدها ما فول انكار رهي اسم ما فول انكار رهي اسم وان تورني فيس لغت معها ما عندناش حاجة تفتح لتورني فيس ورن لا تمارس تورني فيس إذن أسلمت أسجره وانا استليت تليت أول تلي لهجة وين أسجره ايديولوجي سياسي للغة ما تبقى للغة ما يزي مصيين اللغة للهجة جاننا استولت انت اس لهجة لأنه رطمها رطمها فوت اللهجة واللغة اللغة ما هو الفرق ما بين اللغة واللهجة اللهجة اللغة هي لهجة وراءها جيش اللغة هي لهجة وراءها جيش وجيش هنا مش جيش انت على السلاح اقتصادي ثقافي ايديولوجي إلى آخره من تأليف. من جمع ضالي دعا الناس جاوانتهم.